السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنكمل مع بعض شابتر 1 في مادة المانجمنت الإدارة. وأول حاجة هنتكلم عنها الرولز مانجر ماست بلاي سكسسفلي، يعني الأدوار اللي المفروض المدير يلعبها أو يقوم بيها بدور ناجح. عندنا 3 أدوار لازم المدير أو المدير لازم يعملهم بصورة كويسة أو يعملهم بطريقة كويسة. لو بصينا على رقم 1 بيقول لي مانجر المدير ريلي اون مور، يجب أنه يعتمد بصورة كبيرة على الفيربال زان ريتن كوميونيكيشن. فيربال كوميونيكيشن اللي هو بنسميه اتصال لفظي، زان اون ريتن كوميونيكيشن. الريتن كوميونيكيشن اللي هو الاتصال المكتوب. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ نفرق لكم الاول يعني ايه اتصال مكتوب ويعني ايه اتصال لفظي. لو انا عايز اطلب من موظف عندي، انا كمدير اطلب من موظف عندي مهمة معينة، عندي احد الطريقتين. الطريقة الاولانية ان انا اكتب الكلام اللي انا عايزه منه على ورقة وابعت له الورقه ديت واقول له امضي بالعلم عليها وابدا نفذ المهمه. ده اسمه اتصال مكتوب. انا وجهت الاوامر للموظف بتاعي ده ان هو يشتغل وقلت له ابدا اشتغل وطلبت منه معينه، ولكن طريقه الاتصال بينه وبينه كانت ريتن مكتوبه. البديل الثاني ان انا اطلب الموظف ده، انا بقى كمدير اطلب الموظف ده عندي اقول له تعالى اتفضل في المكتب بتاعي، اقول له والله مطلوب منك تنفذ كذا كذا كذا. ده اسمه اتصال لفظي. احنا بنقول لك ان المدير جزء كبير من الوقت بتاعه او جزء كبير من الشغل بتاعه يعتمد اكتر على الاتصال اللفظي عن الاتصال الايه المكتوب. طب ليه احنا بنقول الجزئيه دي يا جماعه؟ بنقول لان احنا قلنا لكم في وظيفه مهمه جدا للمدير في الوظائف بتاع الاداره اللي هي الوظيفه رقم 3 ليدنج القياده، اللي قلنا لكم فيها المدير بيعمل حاجه اسمها موتيفيشن تحفيز. فيفضل ان انت كمدير ان انت لما تيجي توجه اوامر او تطلب مهمه او تطلب حاجه معينه من الموظفين بتوعك، يفضل ان انت اتصالك بينك وبينهم يبقى لفظي. ليه؟ عشان تعمل لهم عمليه موتيفيشن. دايما بيقول لك الفيس تو فيس افضل، يعني لما تبقى بتكلم واحد على شات على الماسنجر او في واتساب او كام كله، قارن بين لما تكون بتكلمه بالطريقه دي وبين بتكلمه فيس تو فيس. طبعا الفيس تو فيس تاثيره افضل، بتفهم احسن، بتقدر توصل وجهه نظرك وهكذا. يبقى المدير بيعتمد في جزء كبير جدا على الاتصال اللفظي اكتر من المكتوب. 2 مانجر وورك لونج اور، المدير بيشتغل عدد ساعات كبير. اد كلمه انتنس بس يعني في مكان مكثف، يقصد مكان مكثف يعني طبيعه شغل المدير ان هو عمل تاني غير روتيني، عمل غير متكرر زي ما هشرح كمان شويه. وبالتالي انت في ضغوط، في مشاكل هتقابلك، في ازمات، وبالتالي مطالب منك كمدير ان انت لازم تبقى مجهز ان انت تعمل زي بيقولوا كده انت تشتغل تحت ضغط. انا عندي مشكله هنا ومشكله هنا ومشكله هنا، مطلوب مني احل كل المشاكل دي في وقت واحد، مطلوب مني اخد قرارات في وقت بسرعه او في وقت قصير فهكذا. نقطة رقم 3 بيقول لي مانجر وورك عمل المدير is characterized by كلمة فرجمنتيشن، يعني يوصف بي كلمة فرجمنتيشن تشرذم أو تفرقة. كلمة بريفيتي أند فرايتي يعني بإيجاز وتنوع. يعني إيه برضه عشان أبقى فاهم؟ عايز أقول لك إن أنت كمدير شغلك غير روتيني غير متكرر. اللي أنت بتعمله النهاردة مش هو اللي هتعمله بكرة، مش هو، لأن بيئة العمل مختلفة. انا النهارده رحت الصبح لقيت الموظفين بتوع الشركه بتاعتي عاملين اضراب، ومطالب مني ان انا كمدير مطالب مني ان انا احل المشكله او اخد القرار. تاني يوم لقيت في مشكله في الماده الخام اللي احنا جبناها، فالمفروض ان انا اتكلم مع الشركه اللي احنا جبنا معاها واشوف الحل ايه. تالت يوم في المنافسين اللي طلعوا منتج جديد لازم الحق ارد عليه. اذا بيئه عمل مختلفه، ما عندكش عمل روتيني، مطلوب منك كل يوم قرارات مختلفه ومشاكل مختلفة بتقابلك لازم تدورها على حلول وهكذا. إذا عمل المدير عمل غير روتيني، تاني كل يوم في جديد زي ما بيقولوا، كل يوم مشاكل مختلفة، كل يوم مواقف مختلفة، مطلوب منك كمان إن أنت تاخد قرارات، وبالتالي عمل المدير عمل غير روتيني. طيب هندخل على جزئية بعد كده اسمها سكيلز اكسبشنال مانجر نيد، ايه المهارات اللي المدير الاستثنائي بيحتاجها؟ عشان تكون مدير شاطر او عشان تكون مدير ناجح في 3 مهارات لازم يكونوا عندك. اول مهاره اسمها تكنيكال سكيلز. يعني ايه تكنيكال سكيلز؟ انا بسميها المهارات
الفنية. يعني ايه مهارات فنية عشان ابقى فاهم؟ معنى المهارة الفنية، لو انا قلت عندنا مستشفى، طيب يفضل ان اللي يدير المستشفى يكون طبيب. ليه؟ عشان يكون فاهم تخصص المنظمة. انا بدير مستشفى، لازم ابقى فاهم في مجال الطب، في مجال الادوية. عشان ايه؟ عشان ما يندحكش عليا، عشان اعرف اخد قرارات صح. لما اكون عندي مصنع فانا محتاج مهندس اكتر، يعني عشان يعرف يدير لازم يكون فاهم تخصص الآلات والمعدات وكذا. لو انا قلت عندي مكتب شغال في الخدمات المحاسبية، اذا محتاج واحد محاسب عشان يبقى فاهم يدير المكتب ازاي، وهكذا. لو انا قلت عندي قناة إعلامية او قناة تلفزيونية، انا محتاج واحد دارس إعلام هو اللي يدير القناة عشان يبقى فاهم. اذا معنى كلمة المهارات الفنية باختصار ان انت كمدير تكون فاهم في التخصص بتاع المنظمة اللي انت هتديرها. وليه؟ عشان تاخد قرارات صح. طب ليه؟ عشان ما حدش يضحك عليك، وهكذا. يعني ما انا ما ينفعش، انا واحد دارس بيزنس، جم قالوا لي تعالى امسك مستشفى، انا ما فهمش حاجه في الطب، ما فهمش حاجه في الادويه، ما فهمش حاجه في الاجهزه الطبيه، سهل جدا ينضحك عليا، سهل جدا اخد قرارات غلط، وهكذا. ادي رقم واحد. رقم، فعشان كده بيقول لي ذا جوب سبيسيفيك نوليدج، انت محتاج معرفه متخصصه في الوظيفه، في المجال اللي انت هتديره. نيدد تو بيرفورم، يعني انت محتاجها عشان تؤدي ويل بصوره جيده ان سبيشاليزد فيلم، في المجال المتخصص بتاعك. ادي واحد. اتنين، كونسبشوال سكيلز، المهارات العقليه، او انا بسميها المهارات الادراكيه. انت كمدير مطلوب منك، او دايما نقول المدير ده لازم يكون عنده ذكاء، لازم يكون ذكي، لازم يكون عنده قدرات عقليه. ليه؟ لان المدير تاني مطلوب منه باستمرار حل مشاكل، مطلوب منه باستمرار اتخاذ القرارات. فبالبلدي كده محتاجين المدير يكون عقله كبير، مش اي في الجزء، مش اي حد ينفع يبقى مدير. في ناس قدراتهم العقليه على قدهم، ده مش عيب او ده مش غلط، بس ما ينفعش يبقى مدير، ما يعرفش ياخد قرارات صح، ما يعرفش يحل مشاكل. تاني حاجه، عايزك كمدير لما تيجي تدير المنظمه وعندك مشكله او عندك قرار، لازم تبقى عارف ان انت القرار ده هيأثر على المنظمه ككل. لازم تكون باصص للمنظمه بتاعتك كلها كوحده واحده. ما ينفعش انا كمدير اخد ايه، انا هاخد قرار ان انا ازود مرتبات الموظفين اللي شغالين في اداره التسويق، طب باقي ادارات الشركه تعمل ايه؟ انت كده تفكيرك غلط، انت كده تفكيرك قصير. انت بترضي طرف او بترضي فئه، لكن ما تعرفش تاثيرها هيكون على الادارات التانيه ايه. طب ما انت كمان اسبوعين شهر هتلاقي التانيين عاملين اضراب، نفسيتهم يقول لك اشمعنى هم بياخدوا مرتبات اعلى مننا. انت كده تفكيرك غلط، انت كده ما عندكش ذكاء في اداره المنظمه. وبالتالي المهارات الادراكيه والمهارات العقليه، ان انت كمدير لازم يكون عندك القدره ان انت شايف المنظمه ككل، مش مركز على حاجه واحده، عارف ان القرار اللي انت هتاخده هتاثر على المنظمه ككل. زائبيلتي، القدره تو سينك، اهو قدرتك ان انت تفكر. كلمة اناليتيكال بصورة تحليلية، يعني ازاي لو قابلتك مشكلة بصورة تحليلية تحلل المشكلة وبصورة علمية تاخد قرار لحل المشكلة. تو، كلمة فيشواليز ان اورجانيزيشن، تصور المنظمة از هول. ما ينفعش تبقى مدير وتركز على قسم واحد وتسيب الباقي. يعني انا واحد ماسك رئيس نادي رياضي زي مثلا الاهلي السعودي، او زي زي نادي زي الاهلي، او نادي زي، انا ماسك، كل تركيزي موديه على لعبه واحده زي كره القدم وباقي الالعاب انا مش غلط، ده غلط. انا كمدير لازم ابقى باصص للمنظمه بتاعتي از هول ككل، لازم ابقى عارف ان كل الادارات او كل الاقسام عندي بتكمل بعضها البعض. قال لي اهو از هول اند اندرستاند، لازم اكون فاهم هاو ذا بارت، يقصد بارت الاجزاء اللي هي الاقسام او الادارات، ورك توجذر، ازاي بتشتغل مع بعضها الايه البعض. المهاره الثالثه يا جماعه اسمها هيومن سكيلز، المهارات التعامل، انا بسميها مهارات التعامل مع الاخرين. انت كمدير جزء، انت بتدير موظفين وجزء كبير من وقت رايح للتعامل مع الموظفين، ما ينفعش تكون انطوائي، ما ينفعش تكون من النوع اللي هو بيتعصب بسرعة، ما ينفعش من النوع اللي هو بتفقد علاقاتك بالناس، او في عندك سوء في معاملة الآخرين. انا عندك، عايز عندك يكون عندك جزئية الذكاء الاجتماعي تاني، اللي هو انا بعرف اكسب اللي قدامي، عنده قدرة على الإقناع، مبتسم،
لو واحد جاي لي زعلان ازاي اقدر احتويه، وازاي اقدر اشجعه، وازاي كل دي اسمها مهارات التعامل مع الاخرين، ازاي تقنع اللي قدامك، ازاي تحفزه وهكذا. قال لي ذا ابيليتي تو ورك، لازم يكون عندك القدره ان انت ورك ويل، تعمل بصوره جيده، ان كلمه كوبريشن ويز اذر بيبل، ان انت تشتغل في تعاون مع الاخرين. انت بتدير منظمه قائمه على العمل الجماعي زي ما قلنا قبل كده، قائمة على التعاون. ما ينفعش كل يوم تيجي تقفل على نفسك مكتبك تقعد تشرب قهوة وقاعد خلاص، ما ينفعش. لازم تطلع للموظفين تتكلم معاهم، تتناقش معاهم، ايه مشاكلكم، ايه اقتراحاتكم، ايه ده عنده مشكلة تحلها له، ده متحمس تشجعه وهكذا. قال لي تو جيت ثينجز دان، عشان الشغل يمشي، عشان الدنيا تمشي، عشان الاشياء تعمل. ذا ابيليتي تو موتيفيت، لازم يكون عندك القدرة على التحفيز، لازم يكون عندك القدرة تو انسباير تراست، الثقة، تخلق او تزرع الثقة، to communicate with others، الاتصال مع الآخرين. العنوان اللي بعد كده بيقول لي manage challenge to being an exceptional manager، تحديات اللي بتقابلك عشان تكون مدير استثنائي. في 7 تحديات هيقابلوك عشان تكون مدير استثنائي، ولازم تاخد بالك من الـ7 تحديات دول. هقولهم بسرعة وهترجمهم بسرعة، بعد كده هشرح كل واحدة لوحدها. واحد، managing for competitive advantage، أول تحدي هيقابلك اسمه إدارة الميزة التنافسية. 2، managing for information technology، إدارة تكنولوجيا المعلومات. 3، managing for diversity، إدارة التنوع. 4، managing for globalization، إدارة العولمة. 5، managing for ethical standards، إدارة المعايير الأخلاقية. 6، managing of sustainability، إدارة الاستمرارية أو بنقول عليها الاستدامة. managing for happiness and meaningful، يعني إدارة السعادة. 7 تحديات هيقابلوك كمدير. أفهم يعني إيه تحدي، يعني دي حاجة يا إما أنت تستغلها صح فتنجح، يا اما انت ما تعرفش تستغلها صح فتفشل. تحدي، تحدي يعني ايه؟ يعني حاجه جايه لك لو عرفت تتعامل معاها خلاص عديت، ما عرفتش تتعامل معاها يبقى هيأثر عليك بالفشل. تعال نمسك بقى كل تحدي من دول ونشرحهم بالتفصيل.